بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم في يوم جديد ويوم سعيد يا رب عليكم من ايام رمضان الجميله. النهارده هنعمل ايه؟ النهارده عايزين نعمل لقمه القاضي. هنعمل لقمه القاضي مع بعض ونعجنها مع بعض ونشوف قد ايه تطلع منكم مدوره وحلوه ان شاء الله ومقرمشه. عندي الفراخ اللي هي بتبقى في الفرن اللي هي عند الكبابجي اللي هي محطوطه في سيخ كده والسيخ بيلف من الحاجات الحلوه قوي. عندي هنعمل معاها رز مصري، وهنعمل معاها نوع السلطه، سلطه الطماطم مع البصل مع الفلفل من الحاجات الجميله اللي حلوه لسفره رمضان. اول حاجه هنعملها نلحق نعمل الفرخه بتاعتنا ونلحق نتبلها وتخش على السيخ، اي سيخ تخش عليه الفرن. يعني انا مثلا جبت السيخ كده، ممكن سيخ من السيخ الطويله وتتعلق على الفرن كلها، يعني مثلا كده او على صينيه كده، ونقوم عاملينها بالشكل ده وبتتشوي، بتاخد لها في حدود ساعة، بتبقى من الحاجات التحف الجميلة قوي. ننزل بمقاديرنا مخرجتنا الرائعة كده ونشوف مع بعض الدنيا فيها ايه وهتعمل معانا ايه وايه اللي هنعمله مع بعض ان شاء الله. طب يلا بينا. المقادير بتاعتنا بتكون عبارة عن فرخة، بكون عندي فرخة، فرخة متوسطة، فرخة كبيرة، دي حاجة ايه بتاعت حضراتكم، بس كل ما كانت صغيرة كل ما كان احسن. طيب وبعدين وايه تاني يا شيف محمود؟ سيخ شوي طبعا، بصلة مبشورة، ثمرة طماطم مبشورة او معلقة صلصة، عصير ليمون، ملح، معلقه كبيره مستردة، وملح وفلفل اسود، بس كده. وبعدين 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 نشوف محمود واحده واحده كده على ما يلقنا ونبدا نشوف مع بعض هنعمل ايه. نرجع تاني كده مخرجتنا، ممكن اخد معلقه صلصه صغيره، كل ده بيبقى عشان اللون بس مش اكتر. ناخد شويه زيت وبعدين، وادي ملح وفلفل اسمر، ادي الفلفل الاسمر، فلفل اسمر كل ما زاد. هو ايه المكنه دي؟ هي ضعف، هي بتتسن المكنه دي ولا تتسن دي؟ يا سلام، هي اخرى تروح عند السنان يسنن فلفل الاسود. لا والله نزلت اما سمعت انها هتتسن. وادي شويه ملح، كتر الملح شويه يا شيفنا، خلي الولاد يشربوا ميه ساعه الفطار. وادي كده مستردة. ايه يا عم انت نفسيتك مالها كده مع الولاد؟ مش عارف، بكرههم ما بحبهمش. وادي عصير الليمون بتاعنا، فاضل لنا البصلايه بتاعتنا. سلام يا سلام، اهو يا سلام، اهو يا صفصف جميله، ام ضحكه زي الورد، عايشه في الكنافه، بقينا 15 رمضان ولسه عايشه في الكنافه، يعني لسه في قسم السنه اولى كنافه. تعلمي لقمه القاضي النهارده صفاء، تقولي لا خليني، انا لسه في الكنافه. كنافه مين يا ريس؟ رمضان قرب يخلص طبعا بالله. هنبدا نبشر البصل دلوقتي ونشوف مع بعض الدنيا فيها. يبقى كده ادي البصل. طيب وادي كده، تسلمي يا استاذه كريستين الغاليه، يا سلام. استاذه فاطمه اهلا بيكي استاذتنا الغاليه. اهلا يا حاجه فاطمه، ازاي سعادتك ست الكل وسعادتك؟ ما سمعناش صوتك من اول رمضان. لا خدت الدور جامد قوي اول رمضان. الف سلامه عليكي. الف سلامه. الناس مالها رمضان السنه دي تعبوا شويه ليه كده؟ مش عارفه. الف سلامه عليكي يا حاجه. الله يخليك يا شيخ، الله يخليك. قول لحضرتك اول امبارح عملت الكنافه اللي فيها المروار المانجا. حلو. انا رحت للحلوان عشان اقول له هات مروار مانجا. المانجا راح مديني بطرمان كده مكتوب فيه جيلي مانجو لتلميع التورت. قلت له مش هي دي؟ قال لي هو ده المروار المانجا، هو ده. فسيبته صراحه ما خدتهوش. هو وبعدين انت حضرتك قلت بالكيلو، ده هو مش كيلو، ده بطرمان كده وخلاص. يعني انا بقول يعني الكيلو منه بيتباع، فيه بيتباع جراكن بتتباع بالكيلو، في بيتباع عبوات واحده كده يعني. المهم الراجل ده عملت معاه ايه؟ ما خدتش منه. احسن. مش هو صح؟ فداك لا هو، بس كويس انك ما خدتيش منه. ليه بقى؟ مش عارف، حسيت ان انت كنت عصبيه معايا. لا ما لا ما بيقول ايه؟ هو بقول له ده مش هو. لا هو. ايوه هنا كان هيحصل مشاده. انت تقولي مش هو، هو يقول لك هو ساعه صيام. اي لا طبعا يقع يتكسر. فداك يا حاجه فاطمه، ولا يهمك. اسلمي لنا. يعني هو ده اللي بيلمع التورت؟ ايوه ست الكل. كل سنه وانت بخير وبصحه. طيب
شكرا يا شيخ. طب ما بقول حضرتك عايزه كفته البرغل. عينيا يا حاجه فاطمه. حاضر. شكرا يا شيخ. شكرا. تؤمري اوامر يا ست الكل. تؤمري. تحت امرك يا حاجه فاطمه. هنبدا نعمل زي ما اتفقنا مساج للفرخه هنا لكل مكان في الفرخه. حتى الخروف، حتى الاوزي لما نيجي نعمله والتتبيله بتاعته، حتى الديك الرؤى، القصه كلها بتبقى واحده. شايفين اللي بعمله في الفرخه ديت؟ فراخ الشوايه بتبقى صغيره بالحجم ده كده. هو اللي انا بعمله ده، هو يا جماعه اللي بيبقى موجود او اللي بيتعمل في ال، لو هعمل اوزي، هعمل خروف، هعمل ديك رومي، هعمل بط، بس هعمله في الفرن، فببتدي اتعامل بالصوره ديت والتتبيله اللي بالشكل دوت معاها. انما بقى ديك الرومي ليه كتالوج، وال عشان ديك رومي والبتاع دوت الخروف ليه كتالوج، هو طعمهم ما يعلم بيه الا ربنا، لا ان كان الخروف ولا ان كان الديك الرومي. انا عندي فرخيه زي دي صغيره كده كتكوته احلى بالنسبه لي. مش لحاجه، بيبقى لحمها ناعم، لحمها ناعم. اما مشكله الديك الرومي بيبقى لحمه خشن. مشكله الضاني انا انا يعني كمحمود مش عارف ليه دايما احس بزفاره في الضاني، برغم انه رائع لكن مش عارف، او دسم او كده، بس من الحاجات الجميله يعني. خلاص ماله ده، زي الفل ده. وبعدين هنبدا نجيب بقى السيخ كده، عفوا مال يا استاذه ايه. اهلا بيك يا استاذتنا الغاليه. الحمد لله. ممكن استفسر عن بسبوسه؟ عينيا، ده انت تؤمري امر طبعا، تؤمري اوامر. انا معاك. كل ما باجي اعمل البسبوسه بتطلع معايا منشفه كده اهوت يعني. تطلع معاكي ايه؟ تطلع معاكي ايه يا ست الكل؟ بتطلع ناشفه. طب انا هقول لك على طريقتها. حاضر، ولا تزعلي روحك. ماشي. تؤمري اوامر يا ست الكل. عناية. طيب هنبدا ندخل الكلام ده الفرن. وقبل ما ياخد الفاصل هقول لكم عملنا ايه. الفراخ هي عندنا شايفين عامله ازاي. طيب هناخد الفاصل دلوقتي وادخل الفراخ دي الفرن، ونرجع بعد الفاصل نشوف هنعمل الفاصل واقعد لحضراتكم. اهلا بحضراتكم. قبل الفاصل عملنا الفرخه، هتخش تتشوي في الفرن. ممكن نحطها كده ما بين الرفين ونبقى زانقين السيخ اللي هي محطوط عليه. ممكن نحط فرختين ونسيبهم بقى بيقعدوا معايا ساعه، بتبقى من الحاجات الجميله قوي. طيب دلوقتي عايزين نعلق الرز المصري بتاعنا كده سريعا زي ما بنعمله على طول، ونقوم عاجلين لقمه القاضي ونبدا نحمر لقمه القاضي وناخدها بلانشيه مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه. تعالوا كده زي ما اتفقنا وزي ما قلنا على الرز المصري، هات لي ميه مغليه. ليه بقى؟ فاكره دي الاكله دي بتفكرني من سنين طويله كنت بعملها في احد الاماكن، فراخ المشويه في الفرن. عارفين كان الحاجات دي بتتعمل، والله كان الكلام ده من حوالي ممكن 25 سنه، وكان ساعه الفطار كنت اسيب الاكل كله وغاوي، اخد شويه رز ابيض مع فرخه من المشويه بالريحه الحلوه دي. كانت ايام جميله وايام حلوه والناس يعني يا رب كده الدنيا ترجع، يا رب كده تبقى حلوه كده بناسها وحلاوتها يا رب تاني. وادي الرز المصري اتغسل. انا ما يبقى رز نوعيه حلوه، بس نوعيه كويسه، بنقعه شويه عشان الرزيه تطول. وادي الملح، حطيت زبده وزيت، الزيت ضروري جدا عشان يلمعوا، وحطيت الملح بتاعنا وهنشوف مع بعض الدنيا فيها ايه. وادي الرز بتاعنا، ولا رحت على النار عامل زي بلح الشام، ولا رحت على النار ولا اي حاجه، بس كده. استاذ محمود اهلا بيك استاذنا الغالي. يا استاذ محمود ازيك يا شيف؟ ازاي سعادتك يا سيد الكل؟ الله يخليك، كل سنه طيب. وسعادتك بالف صحه يا حبيبي، امرني. انا والله بحبك، انت راجل محترم قوي. الله يكرمك يا حبيبي. الحمد لله انا لسه محترم والله. الله يكرمك يا رب. تسلم لي. الله يخليك. معاك يا سيد الكل، امرني. بقول لك امورني معاك. بقول لك عايز اعرف طريقه عمل الفرخه المحشيه. عيني، ومن غير محشيه كمان. انت شفت اللي احنا عملناه دلوقتي؟ خلاص فرخه المحشيه. عينيا ليك يا حبيبي. حاضر. انت متابع البرنامج كل يوم يا استاذ محمود؟ والله متابعك. اصل احنا عملناها، بس انا هقول لك عليها. يعني احنا عملناها بس انا هقول لك عليها يا دوحه. حاضر عينيا.
تسلم. ماشي يا شيخ، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك يا رب. طيب احنا حطينا الرز المصري هنا، قلنا الرز المصري بيطلع مع الفرخه المشويه، مش محتاج ليه اي حاجه خالص. ياخد تقليبه بس عشان النار تطلع معايا، خليها لي روح على النار العاليه دي. وبعدين يا ست ام محمد، وبعدين يا ست ام محمد، اهلا بيكي يا استاذتنا. كل سنه وانت طيب وسعادتك بالف صحه يا ست الكل، والف خير. تسلمي، سعيد عليك يا رب، الله يجبرك علينا وعليك ويجبرك انت كمان يا ست الكل. تسلمي لي والله، ربنا يكرمك. النبي الشيخ محمود الله يكرمك ويخلي لك بناتك يا رب. الصلاه والسلام. انا بس الشيخ محمود عايزه طريقه المندي لو سمحت. المندي؟ ايوه. عينيا ولا يهمك، من غير حاجه خالص. عينيا اقول لك عليها دلوقتي، عايزها بالفراخ ولا باللحمه؟ لا بالفراخ. بالفراخ عينيا. حاضر تموري. حاضر تسلم. هي شوف هي موجوده على اليوتيوب؟ اه طبعا موجوده، كمان في 10 دقائق قناه الشيف محمود عطيه، تلاقوا عليها كل الوصفات في 10 دقائق. انا بجيب قناه حضرتك. حاضر نشوفها. حاضر كتر خيرك. هتلاقوا كل حاجه وفي وقت قليل وعليها الحاجات 100 100 ومتصوره بمبايل وزي الفل. حاضر الله يكرمك يا رب. الله يكرمك يا وامر. الله يكرمك. كتر خيرك. الف شكر، الف شكر. تحت امرك، تحت امرك ست الكل. وادي كده الرز الابيض، اديته الايه؟ الزيت يا استاذ عمرو، واديته الزبده، واديته الملح، فيدي طعم. ويا سلام على فص مستكه. خالص مفيش الا سلو. خلاص يا ست ام كريم، اهلا بيكي يا استاذتنا الغاليه. ست ام كريم اهلا بيكي. ازيك يا شيخ محمود؟ اهلا بسعادتك يا ست الكل. عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. سعادتك بالف صحه والف خير. تؤمري. ربنا يخليك. تسلم. انا حبيت اسلم عليك بس. ده ايه الشرف ده؟ ده ايه النور ده؟ ده انا النهارده حصل لي الشرف. اسلمي لي. لا كل سنه وحبيبتك طيب. وانت طيبه. عامله ايه يا ام كريم النهارده افطار؟ عامله ايه؟ عامله بورمه. بورمه ايه؟ عاملة بورما. وطي التلفزيون بس عشان اسمعك. بورمة ايه؟ بورما خضار كده باللحمة اورمة. اورمة اورمة خضار باللحمة. يبقى بورما ولا اورمة؟ لا بورما، احنا عندنا اسمها بورما. يا عيني يا عيني، اهل الشرقية بقى. احسن بقى. الف هنا. اسكندرانية بقى. الف هنا، الف هنا ليك. الله يخليك يا شيخ محمود. لا انت تعرفينا بعد رمضان، تعرفينا الاكله دي بورما ان شاء الله. تسلم ايديك. ومشهورين كمان بالكفته الجمل الجميله. يا ربنا يخليك. تسلمي لي يا ست الكل. تسلمي لي يا رب. بص حبيبي كل سنه وانت طيب وسعادتك بالف صحه والف خير. الله يبارك لك. الف سلام. سعادتك قوي. الف سلام. ابتدى الفرن عندي شغال اهوت، ونشوف الدنيا فيها ايه. وبعدين ننزل بمقادير. يبقى انا كده، انا كنت مستني الرز المصري يتشرب، وزي ما قلت لكم احنا بنقضي وقت جميل قوي مع بعض. ونبدا نشوف الرز هنا ابتدى خلاص شرب عندي ميته، شايفين؟ مع الزبده مع الزيت هبدا انزل النار عندي كده درجه الحراره لاتنين مثلا، ونجيب ده على نار هاديه كده وخليه. خلي لي ده بقى كده. مين اللي معايا؟ استاذه كريستين. استاذه ايمان اهلا بيكي استاذتنا الغاليه. استاذه ايمان السلام عليكم. عليكم السلام يا ست الكل. ازيك يا شيخ محمود؟ ازاي سعادتك انت؟ كل سنه حضرتك طيب. سعادتك بالف صحه والف خير. عامل ايه يا شيخ محمود؟ بخير الله يكرمك. تسلمي لي. شيخ محمود ما قلتليش على التندوري برضو. التندوري عايزين نمشي اكل هندي بقى يوم، خلي التندوري مثلا واي حاجه ثانيه. طيب حاضر. انت عامله حضرتك؟ انت عايزه تاكلي هندي ليه بس يا مدام ايمان؟ يا شيخ محمود العيال جننوني عايزين التندوري، وانا الورقه ضاعت مني والله المقادير القديمه. طيب حاضر. اعمل ايه طيب؟ حاضر. مش موجود على اليوتيوب؟ لا الصراحه مش لاقيها. هم بس منزلين فوازير قناه العاصمه اما كنت على اليوتيوب. هو ده اللي فالحين في اي حاجه تجيب فلوس، اي حاجه تكسب وخلاص. يا شيخ ما قفلت يا استاذه كريستين؟ احنا هنعمل. لا انا ما قفلتش والله. ما يعرفش قناه ليه ما يعرفش قناه العاصمه؟ ولا يهمك. حاضر يا مدام ايمان معاكي. شيخ محمود لو سمحت. عيني. انا لما عملت الشعريه بلبن طبعا حمرت الشعريه. حلو. نزلت عليها باللبن، اللبن كتل، قول لي ايه السبب؟ اللبن هو اللي كتل؟ اه لان اللبن قطع هنا. قطع بالظبط كده. بالظبط. يعني المفروض انزل بميه ولا انزل هي باللبن؟ هي مش دي القضيه. القضيه ان اللبن كان منك اصلا وكان قاطع تقريبا، او هو كان قاطع. لا بس كان كويس. طب الشعريه كان عليها اي حاجه؟
لا يا شيف محمود، كنت محمرها بسمنه بلدي عادي يعني. ما هي السمنه مع اللبن يقطع على طول. اه عشان كده خدت بالك؟ انت في بعض المفتيين بيقولوا السمنه الصناعيه تتحول لسمنه بلدي. بعض المفتيين اللي قفتوا عليها يعني. مش بنأمن بالكلام ده. بقول لك 2 كيلو لبن مع السمنه الصناعيه بقت سمنه بلدي. بتبص تحط اللبن في السمنه الصناعيه بيحصل له ايه؟ بيقطع. بيحصل له ايه؟ بيجبن. مش بنأمن بالكلام ده يا شيخ محمود، احنا صراحه بنتفرج على حضرتك. مؤمنين بالله الحمد لله، ربنا يجعل ايماننا. ربنا يخليك. عينيا ليك، الله يكرمك. ربنا يديك الصحه يا شيخ محمود. المفروض انزل بالميه؟ تنزلي بالميه اما تستوي وبعدين تديها بعد كده اللبن. انا بحبها قوي يا مدام ايمان. والله تعالى اتفضل عندنا يا شيخ محمود اعملها لحضرتك مخصوص. الله يكرمك، الله يكرمك. هتعملوا افطار ايه النهارده بقى؟ برك باللحمه وفراخ مشويه. ايه 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 مين؟ برك باللحمه. إيه؟ برك التركي باللحمه. اه. وفراخ مشويه. انا عايز اعرف ايه حكايتكم مع التركي والهندي لما فيه مشاهده فيكم قالت لي اكله مصريه مثلا. احسن من الاكل المصري الصراحه. بتاع. الاكل المصري ده كانه خلاص بقى. لا ليه يعني؟ احنا بقالنا كام يوم في رمضان؟ قاعدين تسوق ده، انتوا بتعملوا الكحك والبسكوت من يوم واحد في رمضان. لا بس البركه اتعلمته من حضرتك يا شيف محمود، جميل خلاص. جدا. بص الشيف اتعلمته من حضرتك. اتعلمتيه مني تكليه خلاص. لا انا متعلمه كل حاجه من حضرتك. ربنا يكرمك، الله يخليك. ربنا يجعلك ميزان حسناتك يا شيف محمود. ربنا يخليك يا رب، انا بحب اضحك معاكم دايما والله. ربنا يكرمك يا رب. تسلمي. في معلومه عايز اقولها لكم. هنعجن دلوقتي لهم. نزلنا مقاديرها مخرجتنا العظيمه. اه يا ست الكل، يلا هننزل المقادير كده، وبعد ما ننزل المقادير هقول لكم على حاجه مهمه قوي. ربع كيلو دي انا هديكم مقادير صغيره، دي بيتزا ومخبوزات من هنا للصبح، اقعد اقول كده عشان تطلع مكوره معاكم حلوه. بيضه نص معلقه صغيره خميره، نص معلقه صغيره سكر، ما بزودش السكر يا جماعه عشان ما تلونش معايا. 20 نص معلقه صغيره خميره كفايه قوي لربع كيلو. 20 جرام نشا يعني معلقه كبيره، معلقتين كبار زيت، 200 مللي ميه في حدود كوبايه، وسيرب تقيل. الربع كيلو دقيق ده كوبايتين ميه، الربع كيلو دقيق كوبايتين، الربع كيلو دقيق اللي هو 125 جرام. خلاص استاذتنا الغاليه، نرجع تاني مخرجتنا العظيمه كده ونشوف الدنيا فيها. هنا طبعا الرز، بص يا استاذ الصفاء، لما تبقي نقابه ما يبقى منقوع الرز، بس يكون رز من نوع جيد، تلاقي رزايه بتطول. ولما نيجي نقلب الرز نقلبه كده بحنيه اهو، بخار طالما شغال خلاص. وبعدين ايمان، استاذه ايمان اهلا بيكي استاذتنا الغاليه. ازيك يا سيد محمود؟ ازاي معاليك انت يا ست الكل؟ الحمد لله تمام. احنا متشكرين جدا على الاكلات الجميله اللي حضرتك بتعملها لنا. الله يسترك دنيا. كان امير ابني عايز يكلمك يسالك على حاجه وعايز يعملها. طيب عنده كام سنه؟ هو عنده 9 سنين، هو عايز يعمل معايا. قال لي لازم اكلم الشيخ محمود. طب عيني، عنده 9 سنين، ربنا يخليه لك يا رب. اسمه ايه؟ ربنا يخليك، اسمه امير. ممكن يكلم حضرتك؟ طبعا يا امير. كلم امير. الشيخ محمود ازيك يا حبيبي؟ صايم الاول ولا ازيك؟ ازيك؟ انا عايز اعرف طريقه كده للشوكولاته. عايز ايه؟ اعرف طريقه كده للشوكولاته. لا بس خد بالك بس يا امير، انا ماشي، انا سالتك على سؤال في الاول انت هربت منه. صايم ولا؟ انا صايم. اكيد. اه. طب امال بقك ايه؟ ايه اللي بيلعب في بقك دلوقتي وانت بتكلمني؟ ايه؟ ايه اللي في بقك دلوقتي وانت بتكلمني يا امير؟ ماشي. إيه؟ رد يا امير. محمود انا معاك. هو صايم؟ هو صايم. ربنا يخليه لك يا رب، ربنا يخليه لك. ربنا يخليك، متشكرين جدا يا سيدي محمود، متشكرين جدا. تسلمي تسلمي يا ست. هو عايز بقى طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، ممكن تقولها له؟ عينيا حاضر، عينيا حاضر، هو اللي هيعملها حاضر. يلا ست الكل، هقول لك عليها، هقول لك عليها سريعا. 250 جرام دقيق، 4 بيض، معلقه صغيره بيكنج باودر، ربع معلقه صغيره فانيليا، 100 مللي لبن يعني نص كوبايه لبن، 100 مللي زيت، معلقه صغيره بيكنج باودر، 100 مللي، 150 جرام سكر. يبقى 250 جرام دقيق، 150 جرام سكر، 100 مللي لبن، 100 مللي زيت، 4 بيض، معلقه صغيره بيكنج باودر، نص معلقه صغيره فانيليا. لو كب الشوكولاته بشيل معلقه كبيره من الدقيق وبحط معلقه كبيره كاكاو، يكون نوع كاكاو كويس قوي.
وبعد كده اقدر اديها صوص شوكولاته زي اللي انا عامله ده وزي اللي قلت لحضراتكم عليه. بصوا بالشكل دوت تبقى زي الفل. يلا بينا نعجن لقمه القاضي ونشوف الدنيا فيها. بعمل ايه؟ بحط المواد السائله الاول كده، ادي الميه، ادي البيضه، اقرب لك المقادير كده استاذتنا الغاليه، وادي البيضه، سكر مع فانيليا، سكر قليل، ادي النشا، وادي الخميره. كان الله بالسر عليكم، رحمكم الله. ونقوم عاملين كده خافكين كده الكلام ده. الميه الاول يا جماعه، مش الدقيق، احط الدقيق واحط عليه الحاجات دي وابدا اعجن، انا عايز هنا كده وابتدي انزل بالدقيق، وده انك اخفق ما يقلش عن، يا ريت بكف ايدك دقيق قرق شديد ما يقلش عن 3 4 دقايق. انا عايز الكلام ده. شايفين العجينه عامله ازاي؟ مش عجينه خفيفه ولا عجينه تقيله. بصوا القوام بتاعها عامل ازاي، عايزكم تبصوا. شايفين القوام بتاعها؟ طيب لسه هعجن فيها دلوقتي يا ام ادم، بس نحط الزيت يقدح. اه الزيت قدح اهو معايا. يا ست ام ادم اهلا بيكي استاذتنا الغاليه. ازاي حضرتك يا شيف محمود؟ ازاي ما عليك انت يا ست الكل. الله يكرمك، مع سعادتك تؤمري. تسلمي لك، لو سمحت كنت عايزه طريقه المقلوبه. المقلوبه؟ اه عيني عينيا اللي تؤمري بيه. حاضر، بص الفراخ كده عينيا قولها لسعادتك. حاضر، شايفه الفراخ كده بقى وحلاوتها؟ تسلم ايدك. الله يسلم لي عمرك، تسلمي لي يا رب. حضرتك انا اللي بعت لك على اليوتيوب. انا على رأ... بعتي لي ايه طيب؟ ان انا ما كنتش بحب وصفاتك والبيت هي اللي قالت على حضرتك. كنتش بتحبيني كمان وبتحسبيني معقد يعني وعصبي لا بالعكس. بصي كنت بخاف بصراحه من الجعان. نعم. لا هقول لك على حاجه، انا مبسوط برسالتك قوي دي اللي حكيت لكم عليها، وقالت لي انا ما كنتش بحبك. انا بحاول اتصل بحضرتك من زمان والله. لا ليه الشرف حضرتك. لا والله انا انسان بحب الناس قوي، 90% من وقتي بهزر وبضحك مع الناس مع طوب الارض، ومسميني الشيف الطيب يعني على مستوى الميديا الشيف المحترم الطيب. بحب اضحك، اعمل واجب مع اي حد اعرفه او ما اعرفوش، اعلم اي حد، هي دي حياتي والله. ما بشكرش الشياطين محبوسه الحمد لله. انا ما بشكرش في نفسي، بس وقت الشغل وهقول لكم على وصفه زي دي او وصفه زي لقمه القاضي دي لازم اكون شديد شويه بلطف. ركزوا معايا وشوفوا دي، وتلاقوني ابرق وتلاقوني اتعصب، بس ببقى قلبي عليكم قوي والله والله. لدرجه في ناس بتخش لي على اليوتيوب، شيف محمود انا عملت كذا وباظ مني. كانت مدام حنان مراتي قاعده، قلت لها اديها رقمي بسرعه. قالت لي لو حطيت رقمك 3000 حد هيخش يكلمك. قلت لها يحصل اللي يحصل، ولا ان وصفه، قلت لها انت ما تعرفيش قد ايه بحزن اما حاجه بتبوظ من حد وكلفتها قد ايه يا ترى. والله 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 وانا صايم هذا هو اللي بيتقال وهذا هو اللي بقوله. فما تعرفي الشيف محمود دايما كتير قوي يقولوا يا احنا اول ما عرفناك بنحسبك شخصيه حازمه وجامده، بعد كده لانك انسان بسيط جدا وسهل. هي دي حياتي. طب ما اتصبح الاول يا عم وليد كده. معلش يا حبيبي، شايفين بقى العجينه ايه؟ منور يا وليد. هنبدا دلوقتي يا ست ام رامي، العجينه عجنتها غطيتها، يبقى دي عرق شديد وتكون تقيله كده منكم شويه. اهي بصي بقت قد ايه كده يا ست ام رامي. ايوه انا معاك يا شباب. اهلا بسعادتك يا ست. اهلا بيك، كل سنه وحضرتك طيب. وسعادتك بالف صحه والف خير يا رب. عامل ايه وصحتك عامله ايه؟ سعادتك بخير، انا بخير تسلمي لي. ربنا يخليك يا رب. انا عايزه بس استفسر منك يا شيف محمود، انا بعمل كل حاجتك بصراحه بتطلع زي الفل. تسلم ايديكي وانيكي. الاول بصي عشان الزيت سخن مني. انت بتعمله دلوقتي؟ انا عملتها بنفس المقادير. لقمة القاضي بردك مدورة وكله، بس من جوه معظمة. ايه السر بقى؟ معظمة ولا ناشفة؟ ناشفة معظمة. بعد ما باتت ليلة ولا أول يوم؟ لا والله وهي لسه طالعة من الشربات. لا يبقى في، أنت خدتي بلانشيه شوية شوية زي ما أنا عملت كده؟ خدت كده، بس أنا بقول بقى يمكن يكون نوع الدقيق، يعني عايز استفسر من حضرتك. ممكن تكون كانت تقيلة منك قوي. هي كانت تقيلة. كانت تقيلة قوي. بصي يا ام رامي العجينة عاملة مني ازاي، هوريها لك دلوقتي يا ام رامي. ايوه بصي. أيوه. بصي يا ست الكل، بصي العجينة عاملة مني ازاي. بصي يا ام رامي. ايوه انا مع حضرتك. لو قربتي كده يا استاذة صفاء، بصي اهو
شايفه كده؟ اه لا هي كانت اتقل من كده يا شيف محمود. طيب انا عايزها تبقى معاكي كده وتتعجن كويس عشان تكون عرق، فتيجي تقطعيها وترميها في الزيت تنزل مدوره. طيب شكرا ليك. فداكي. بصي 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 يا ست الكل، انا شايفاها. احنا بنتعلم في ايه؟ بنتعلم في ربع كيلو دقيق. أيوة. ودايما تلاقوا كل وصفاتي حتى كحك بسكوت بدي فور. لا ده انا بعمل كحكك وحاجتك بقى ما تقوليش. لا عشان حضرتك استاذه ما شاء الله عليك. لا والله بعمل حاجتك بقى يا ربنا يعني. ربنا ما يحرمني من ذوقك ابدا. الله يخليك ويديك الصحه والعافيه يا رب. تسلمي لي يا رب، ربنا يخليكي لينا. ربنا يخليك ويكرمك. الله يحفظك يا ست الكل. الله يكرمك. شكرا. سلامه الله. تسلمي لي. تسلمي لي يا رب. هنستحضر روح الحاج عطيه رحمه الله عليه كان بيعمل ايه في الرز. كان بيقوم عامل كده الزبده والسمنه. اهل المنصوره دي بلدي يا وليد. مدام ساميه دي بلدي المنصوره يا وليد. يا مدام ساميه اهلا بيكي استاذتنا الغاليه. مدام ساميه اهلا بسعادتك. الحمد لله. زي حضرتك يا شيف. ازاي سعادتك انت ست كل سنه وحضرتك طيب وسعادتك بالف صحه والف خير يا رب تسلمي لنا. شيف انا عامله فراخ بطريقه حضرتك دي برضو. حلو. بس عايزه اعمل معاها شعريه بالخلطه. الله شعريه. يا ريت تكون على طريقتك ويا ريت بسرعه عشان اعملها النهارده. طيب هو حلقه الشعريه احنا دورت عليها كتير مش لاقيها والله. لا ما هو حلقه شعريه بتتشال من اليوتيوب مش عارف ليه الشعريه بالذات. انما مكرونات رز شغال. أيوه. طيب هشرحها لسعادتك دلوقتي. يا ريت والله. شكرا. والله انا 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 اللي بقى ضغطي 3000 على 200 ليه بيشلوها انا مش عارف بس مش عارف عشان انا عايزاها بس انا انا ليا كلام مع رئيس اليوتيوب ده. حاضر انا تؤمري. بص يا ستي اكتبي كده عندي. نجيب الشعريه. أيوه. نحمرها الاول. ايوه. بعد ما بحمرها وتخش على الاصفرار بكون مقطع بصلايه جوانح وبكون مقطع فلفل يا ريت الوان يا ريت اخضر جوانح كل دوت هنقطعه شرايح انزل بيه على الشعريه بعد ما تحمر وادني اقلب الشعريه مع الخضروات ديت وامدي شويه قرفه ممكن بسله وجزر مسلوقين وامدي ميه. الميه ما تعلاش فوق الشعريه على نفس المستوى درجه زاويه 90. اول ما تغلي وتشرب ميتها او مهدي النار خالص لان البصل مع الفلفل هينزل ميه تقوم ما تعجنش مني الشعريه. خدي بالك من الكلام ده لو شفتيها عامل هتلاقي الشرح اكتر من كده. مع شويه القرفه تطلع يا سلام والله من احلى الاكلات. فكرتيني بيها يا ست الكل. دي كده لقمه القاضي. انا عشان كنت واخدها بلانشي. لا انت عملت لنا يا شيف محمود انت بتهزر معانا. لسه هقطع لكم لقمه القاضي دلوقتي وناخدها بلانشي. يلا بينا يلا بينا. يبقى عملنا ادي كده الاطباق اللي هنغرفها اللي توحد الله. قولوا لا اله الا الله. ادي كده الرز الابيض بتاع الحاج عطيه رحمه الله عليه اللي علمه لنا. شوفوا الناس القديمه استفدنا منها. وادي كده لقمه القاضي وادي الفراخ في الفرن. احنا كده مزيكا وعندنا كمان سيجمنت ده. ايه الحلاوه دي النهارده؟ ده ربنا راضي علينا. هنقوم وبعدين شفتوا تاتي الرياح بما لا تشتهي الانفس صح كده؟ هناخد فاصل ونرجع بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم. قبل الفاصل ادي لقمه القاضي طبعا هنعملها. احنا قلنا ايه؟ ده كنت انا واخده بلانشيه بس عشان ما اخسرش طبق ايه؟ وهنقوم دلوقتي حاطفين الكلام ده. وادي الرز وعندنا سيجمنت كامل نقعد ناخد فيه بلانشيه ليه؟ لقمه القاضي يا جماعه ما تتحمرش. ما تتحمرش لقمه القاضي. وشايفين السيرب قد ايه؟ عايمه في السيرب. ونقوم حامرين شويه زي دول هتطلع طريه بعد 5 دقايق هتطرى. ادي كده لقمه القاضي عندنا. ادي الرز المصري. انزل يا سمس مفيش بعد كده. ها الحين هنعمل السلطه. شايفين شويه الرز؟ الرز على الملوخيه على الحمام على الرز على الميه على الزبده على الملح. شايفين؟ الله يرحمه الله يرحمه ويرحم موتانا جميعا. اطلع يا عم بالفراخ وقصر والحق اعمل لنا لقمه القاضي. مفيش بعد كده يا شيف محمود. متعلقه كراطيس ام قرطصه. يا سلام. ها شايفين منظر الفرخه؟ بالله ها مش فكره حلوه بالامانه. ارفع يا عم ارفع يا سيف. معلش انا اسف يا استاذتنا الغالي. حلوه يا سلو؟ تفطر معايا؟ انا معزم 10 عليها. وادي كده كده احنا خلصنا. يلا بينا بقى نخش على الشغل بتاعنا. يلا بينا نخش على الشغل بتاعنا. حرف ال برضو ولا ايه؟ ولا بقى حرف ايه؟ ايه اللي هيجيب معانا؟ وادي الفرخه بتاعتنا. يا سلام ده مش فرخه يا جدعان. مفيش بعد كده. ها
خلصت القصه بتاعتنا تماما. بس قلبها لك كده يا استاذتنا الغاليه كده عامله نعم كده 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 اصل عامله زي ما اكون ميت. استاذ طارق اهلا بيك. استاذه ساره اهلا بيك يا استاذتنا الغاليه. ممكن بالراحة 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 وعلى مهلك وقولي لي. ممكن حضرتك تعمل صوابع زينب؟ عيني ايه تاني؟ متوترة ليه كده بقى؟ مش متوترة ولا حاجة. طب عيني صوابع زينب عيني حاضر. حاجة تاني؟ دلوقتي نعم قولي لي على مهلك خالص. مقادير طريقة عمل صوابع زينب دي هقول لك عليها خلاص. ايه تاني؟ انت منين؟ مين اللي معايا؟ مين اللي معايا؟ يا ساره انت منين يا ساره؟ يا مدام وفاء اهلا بيكي يا استاذتنا الغاليه. اهلا بيك يا شيخ محمود. تسلم ايديك. ازاي سعادتك يا ست الكل؟ الله يخليك. شايفه لو ما تقعدي بقى عايزين بقك. جميله جميله ولون القعده. بس عايزه اسال سؤال بالنسبه لها. وحضرتك عملتها بايديك في العجان كده في الطبق بتاع العجان. والله ممكن نعملها بالعجان. بص اه لو عندك عجان اعمليها اعمليها مدام وفاء في العجان. طب بالكف ولا بالهلب حضرتك؟ بالكف يا ست الكل. بس انا ابتديت ان انا اشتغل حتى هتلاقي شغل رمضان بس مش اللي اعمله على التلفزيون عندي. كله بايدي. بسكوت كحك بتفور ده انا هتجنن. بسكوت كحك بتفور كل منتجات العيد بايديا. ليه؟ السنة دي بصيت لحاجة واحدة. تعرفين أنا منزل عجانات هدية السنة دي. فاكتشفت إن في 90% من الشعب بتاعنا الجميل ما عندوش ولا عنده أي إمكانيات، طب ده لازم يعمل. فاشتغلت بالمضرب اليدوي. وصلت الشغل إن أنا أشتغل بالمضرب ده. المضرب ده هيعمل لكم الكحك والبسكوت والبيتي فور وكل حاجة إن شاء الله، وبسكوت النشادر. مدام سماح أهلا بيكي أستاذتنا الغالية. مدام سماح أهلا بسعادتك. ربنا يعزك. عامل ايه يا شيخ محمود؟ كل سنه وانت طيب. سعادتك بخير. انا بخير ست الكل. بحبك جدا وبحترمك جدا والله وبحبك جدا والله. كل سنه وانت طيب. ربنا يخليك اولادك يا رب. من ذوق سعادتك يا ست الكل. تسلمي لي. ربنا يعزك كل عام وانت بخير. منورنا دايما يا رب يا شيخ محمود. دايما الله يكرمك. لازم الزيت يبقى سخن قوي استاذتنا الغاليه. ايوه طبعا طبعا. كل سنه وانت طيب. وسعادتك بالف صحه والف خير. تسلمي لي. حضرتك يا شيخ محمود ممكن اسالك على حاجه بس معلش؟ 10 اسئله طبعا. انا جايبه كريم كراميل خام ومش عارفه اعمله خالص. كل ما اعمله ما مكتوب عليه مكتوب على العلبه نص كيلو لبن. لا جايباه بصراحه مش في علبه. جايباه متايب سايق. والله ما اعرفه ليه. لا يعني المكان اللي ساعات جبتي منه كنت تساليه ليه؟ جبته من عند عطار وقال لي انا مش انا ببيعه بس ما اعرفش اعمله. مين ده؟ من عند مين؟ من عند عطار كده وجبته من عنده. اصل عارفه بص يا ست الكل تركيبة الحاجات ديت بيبقى في شركة تقول لك نص كيلو لبن ويغلي والكلام ده و200 سكر و100 سكر وفي شركة. فأنا والله العظيم أنا أقدر أقول لك على طريقته باللبن وبالبيض بس أنا لا. وبعدين هقول لك يعني هل هو أرخص كده من اللبن والبيض؟ هو مش أفيد يعني. أيوة يعني لو كنت جبتي مثلا خمسة بيض وكيلو لبن وفانيليا و200 جرام سكر وعملت صينيه كبيره مش بتقالي كان هيبقى يعني كان هيبقى افيد؟ اه كانت تجربه بس يا شيخ محمود. ولا يهمك ست الكل. وكل سنه وانت طيب. وانت طيبه ورمضان يا رب كريم عليكي كده ويكرمك ويجعلك في العالي يا رب العالمين. تسلمي. نعم يا شيخ محمود. بس في مصر كلها يا شيخ محمود. نعم ست الكل. طيب بقول لك ما فيش غير شيخ واحد بس في مصر هو الشيخ محمود. ربنا يكرمك طيب. ربنا يكرمك ويبارك لي في عمرك ست الكل. ربنا يا رب. ربنا يخليكي لينا. متشكر لسعادتك جدا والله. تعالى بفطر معانا النهارده. احنا عاملين ملوخيه خضراء. يا سلام. الله عليكي. سعادتك بقى منين؟ انا اصلا من كتعيب بس عايشه في الطياره. اجدع ملوخيه خضراء وعامله عيش في عيشتي وعامله وزن على راسنا من فوق. والله هنتجمع يعني مره ونفطر كلنا كده مع بعض باذن الله. وربنا يجمعنا في الحرم يا رب ان شاء الله. كل عام وانت بخير يا رب ويبارك لك في اولادك ويبارك لك في المدام. الله يكرمك. وشكرا على ذوقك. السلام عليكم. ربنا ما يحرمني من ذوقك انت يا ست الكل. شكرا لسان. سلام يا ست. شايفين بابل المعلقه في الزيت وبنزل بابل شايفه كده صفصف.
مش تقولي لي كنافه. اه ايه اول كورس تيجي فيه مجانا شايفه، انما تقولي لي لسه في الكنافه، امال على 20 رمضان هتخشي فيها. تسلم يا صاحبي، احلى حاجه على طول ضحكتك. كفايه كده دلوقتي. بص انا عملت ايه، هنقعد لومه القاضي بتعمل ازاي. بص انا حطيت هنا بتاع 20 وهنا، دول هيتاخدوا بلانشيه ويطلعوا يتحطوا هنا وهكذا، ونقوم نازلين بقى بمثلا عملت 100 واحده كده صفصف اهو، 100 اهو معايا هنا. طبعا انا خدت دول حطيتهم هنا وعملت، بس ما عادش فاضل الا دقيقه عندي، واقوم حاطط كله كده. يلا يا سيدي عيش، يلا يا سيدي. والسيرب جنبي، السيرب ماله، السيرب شايفين طبعا عايز نار قويه يا جماعه. السيرب عندي اهوت، شايفين اهو اهو. نعم مقادير السيرب، كيلو سكر، انت ما بتاخديش المقادير اللي على الهواء، نص كيلو ميه، ربع معلقه، عفوا يا كريستين استني بس احط ده عشان اسمع، قولي لي كده استاذتنا. حاضر. ورشه ملح ليمون او ربع معلقه صغيره ملح ليمون او عصير ليمونتين. استاذه منى اهلا بيكي استاذتنا الغاليه. استاذه منى اهلا بسعادتك. اهلا بيكي يا عزيزي. لو سمحت عايزه الطريقه. طريقه ايه ست الكل؟ الطريقه اللي نزلتنا دلوقتي لسه فاتحه. طب تؤمري ولا يهمك، عينيا ليكي. بص يا ست الكل، بص المقادير بتاعتنا كانت عباره عن، تنزلي المقادير مخرجتنا العظيمه الاستاذه كريستين، وهنزل المقادير وصوريها، وان شاء الله يا ست الكل ان شاء الله تطلع معاكي زي الفل باذن الله. ربع كيلو دي بيضه، اقفلي يا ست الكل تحت امرك. نص معلقه صغيره سكر، نص معلقه صغيره خميره. عايزه تدي معلقه صغيره خميره مش مشكله، مش هتاثر معاكي. نص معلقه صغيره خميره، نص معلقه صغيره سكر، 20 جرام نشا، يعني معلقه كبيره، 2 معلقه كبيره زيت، 200 مل ميه يعني كوبايه، وسيرب تقيل. انا عجنتها بس كنت جاي متاخر بصراحه. عارفين عملت ايه؟ اديتها لسيد حبيبي هنا، حطها لي في شنطه العربيه بره، وما ادراكم مدينه الانتاج الاعلامي تساوي خروف. فتحنا شنطه العربيه وغطيناها بالفويل وحطيناها فيها، مفيش 10 دقايق كانت خمرت، قمت جايبها ومجهز منها شويه. سبحان الله الشغل يعني في رمضان والله زي ما يكون سبحان الله، وده اكيد ملائكه بتشتغل معاك. يبقى الواحد باصص على الشغل، بس نرجع مخرجتنا العظيمه، الواحد باصص للشغل. مدام وسام، مدام وسام اهلا بيكي استاذتنا الغاليه. انسه لو سمحت. انسه وسام ده على راي، طب وهي تزعل يا رب باذن الله. الله نعم ازيك يا سيد؟ ازيك يا استاذتنا الغاليه؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ الله يخليك. انسه وسام وطي لي التلفزيون عشان اعمل ايكو معايا. انا اول مره اكلمك النهارده على الشاشه. تقومي تخشي فيا شمال كده يا وسام، ده انت قد بنتي. يا وسام، وسام وطي التلفزيون عشان اسمعك يا وسام. حاضر يا سيد. ممكن اعرف عجينه القطايف بتتعمل ازاي؟ طيب انا يعني هي مقاديرها كلها، بس هقول لك عليها. بصي هقول لك عليها. طيب حاضر. حاجه تاني، انتوا بتنسوا يا جماعه اللي فات، فاضل قد ايه مخرجتنا العظيمه الاستاذه كريستين؟ طيب نلحق نطلع ده. بصوا كده انا بجيب دي هنا كده لسبب يا جماعه، السيرب هنا بارد عشان ما بهدلش البوتاجاز. برضو لو لقيتي هتلاقي على اليوتيوب القطايف وتقدري، ما فيش حاجه خاصه برمضان الا ما عاملينها. خلاص كده يا جماعه، خدت بلانشيه بلانشيه بلانشيه، طبعا دي هم خدتهم على مرتين، وقمت جاي هنا ادي السيرب بتاعنا، شايفين الخشت. طبعا انا لو فاطر دلوقتي، حد فاطر هنا يعمل تيست يا عمرو لومه القاضي، اجيبها لغايه عندك. فاطر فاطر وبلعب ببجي وكل تعال انت دوق هنا، وريها لهم مقرمشه ولا لا. شايفين كده يا جماعه، نقربها لمخرجتنا العظيمه اهي، والعجينه لا تبقى تقيله قوي ولا تبقى خفيفه قوي، تطلع معاكوا زي الفل ان شاء الله، لان انتوا ناس زي الفل. مع الفرخه المشويه شويه الرز الابيض، يا سلام، مفيش بعد كده، مش هيبقى في حد زيكوا ابدا. شايفين بعض اسيئه ازاي؟ هنا انا عامل سيرب قليل، يعني اخر شويه عند فاكرين ما قلت لكم في اول رمضان انا عامل 3 كيلو سيرب، 3 كيلو سكر. حاضر العفو. خلصوا 3 كيلو سكر، حد يبعت لي بقى 2 كيلو سكر من المشاهدين
عشان اكمل لكم بقيه الشهر حلويات. اشوط السكر اللي عندي خلصوا، ومخرجتنا قالت لي شكرا للحلقه، وادي لقمه القاضي اهيت. ان شاء الله تقوموا تعملوها بقى النهارده. سلام. انا عايز اوري لكم واحده، بما اني انا صايم انا مش هدوق يعني، بس معلش يا استاذه كريستين حقك عليا، ان كنت باخد منك نص دقيقه. ايوه شايفين من جوه عامله ازاي، فاضيه ازاي، لان وانا بغرفها اتكسرت مني. تسلم ايديك انت. يا رب دايما كده برنامجنا يكون واصل لقلوبكم، برنامج تعليمي ليكم بتستفيدوا منه، شغلنا هادف ليكم. كل سنه وحضراتكم طيبين، يا رب دايما في العالي. فعلا والله انا بقضي معاكم ساعه، انا اكتر من اني قاعد في بيتي بتكلم معاكم في منتهى الحريه. ربنا يخليكم لينا يا رب. القاكم في حلقه قادمه. السلام عليكم ورحمه الله.